يا رحمة بعدك روح يا رحمة بعدك روح العيشة طريقين كده وكده نار انا في البيت انا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دايما جيت لكم بشرح ترند جديد. ترند ده اللي طالع على التيك توك زي ما انت شفت في اول فيديو. لو عايز تعرف الشرح بطريقة سهلة وبسيطة كمل معايا الفيديو للاخر. اول حاجة هنكتب اول كلمتين كده من الانستجرام، هنفتح البرنامج زي كده وهنستنى. بعد ما نفتح كده الانستجرام هنخش على قصة ونضيف صورة زي كده وهنبدأ نظبط الصورة. هندوس على حرف الاي ده وهنبدأ نكتب اول كلمتين، هنكررها مرتين. يا روح ما بعدك روح، تمام كده. نحطها هنا ونعمل ايه على الثلاث نقط دول وندوس سيف للصورة. بعد كده نروح نمسحها خالص ونكتب تاني برضو يا روح ما بعدك روح. تمام، وهنعمل سيف للصورة برضو وهنخرج خالص ونخش على برنامج كاب كات. هخش عليه وارجع لكم تاني. يلا اول ما نوصل لبرنامج كاب كات زي كده هنفتحه زي كده ونختار نيو بروجكت. بعد ما نختار نيو بروجكت هنختار الصورتين اللي احنا كتبنا عليهم وهنمسح اللوجو بتاع كاب كات اللي في الاخر ده زي كده. بس هنبدأ نضيف الصور بتاعتنا كلها. هنضيف مثلا ايه بتاع 25 صورة 30 صورة هضيفهم وارجع لكم تاني. انا ضفت اخواتي 25 صورة، بقى كده في الفيديو 27 صورة بالفيديو اللي احنا كتبنا عليه. تمام، هندوس على اد اوديو وهنختار الفولدر ده. كده احنا اخترنا الصوت بتاع الاغنية. تمام، هنبدأ ان احنا نقص ونسمع حتة حتة. بعد ما نقص اول ثلاث صور زي كده هنبدأ كل الصور اللي جاية ثانية واحدة. تمام، خليها كلها ثانية واحدة زي كده. امشوا معاه خطوة بخطوة عشان الفيديو يظبط معاكوا زي ما انت شفت في اول الشرح. وهظبط بقى الصور كل صورة ثانية واحدة. لو في اي حاجة ما ظبطتش معاكم ابعتولي على الانستجرام هرد عليكم على طول واقول لكم ايه الدنيا اللي. بعد ما نزلت ال 25 صورة برضو لسه في جزء في الاغنية لسه عايز اتحط برضو عليه، هضيف مثلا ايه 10 صور تاني وارجع لكم تاني. بس كده يا اخواتي، بعد ما تظبط كل الصور لو في اي حاجة عايز تعدل بتعدلها، مفيش اي حاجة بتقوم سايف الفيديو من فوق زي كده. واستنى الفيديو يحمل معاك، اول ما يحمل معاك يبقى انت كده ايه ظبطت الفيديو كله على الظبط والمظبوط.
ولو وصلت لحد هنا متنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد هنا على القناة. ولو عايزين اي شروح حتى نكتبوا لي تحت في الكومنتات او بعتوا لي على الانستجرام اللينك تحت في الوصف او جروب التليجرام برضو اللينك تحت في الوصف. ولو في اي حاجة مش عارفينها بعتوا لي برضو. دي هتكون نتيجة شرح فيديو النهاردة ويلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام. يا رحمة بعدكم.